نعم، يعني هذه المجزرة الإسرائيلية الجديدة بحق النازحين بمدرسة الجعوني، وهي التي تأوي أكثر من 5000 نازح ونازحة بمخيم النصيرات. نتحدث عن 9 شهداء بمستشفى العودة وسط مخيم النصيرات، و4 شهداء قد وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أي أننا نتحدث عن 13 شهيدا حتى هذه اللحظة جراء هذه المجزرة الإسرائيلية. وعدد كبير من الإصابات، جل هذه الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، وهي من المدنيين العزل الذين نزحوا قصرا إلى هذه المدرسة. الإعلام الحكومي تحدث حول هذا الأمر، وقد وصلنا بيانا حول ما تحدث به الإعلام الحكومي، إذ أنه وصف هذه المجزرة بالوحشية والفظيعة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه المدرسة للمرة الخامسة على التوالي، وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي معني بالإيقاع بأكبر قدر ممكن من المدنيين بين شهداء ومصابين، لا سيما ونحن نتحدث عن هذه المدرسة التي بات الاحتلال يعي تماما بأنها مركزا لإيواء آلاف النازحين، إلا أنه يصر حتى هذه اللحظة لملاحقة هؤلاء الذين نزحوا قصرا في هذه المدرسة واستهدافهم بشكل مباشر. في كل مرة الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن ذريعة جديدة، وفي كل مرة يتضح بأن هذه الذراع التي يقدمها الاحتلال الإسرائيلي هي غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، لا سيما وأن مثل هذه المدرسة في كل مرة وفي كل استهداف ما ينتج عنه هو شهداء من النازحين، من المدنيين، من الأطفال، من النساء العزل الذين صدقوا رواية الاحتلال الإسرائيلي وإجباره لهم بالنزوح إلى مثل هذه المناطق التي قال الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة توجهوا إليها، تاركين خلفهم بيوتهم ومنازلهم التي فيما بعد استهدفها الاحتلال الإسرائيلي ودمرها، توجهوا لهذه المناطق في غرب وسط قطاع غزة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لاحقهم واستهدفهم هذه المدرسة كما قلنا للمرة الخامسة على التوالي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي موقعا فيها هذا العدد الكبير ما بين شهداء ومصابين، وأغلب هؤلاء هم من الأطفال، بل إن كل هؤلاء هم من الأطفال والنساء، أي من المدنيين العزل الذين غلب على أمرهم وتوجهوا إلى مثل هذه الأماكن، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يلاحقهم أينما كانوا. محمد، يعني أنت تتحدث عن 5 استهداف لهذه المدرسة على ما يبدو، هذا يعني أن الناجين يعني منذ أول استهداف، لأن لا أماكن لديهم للنزوح، هم يعني يبقون بنفس المدرسة وبالتالي يتم استهدافها مرة أخرى. يعني أين يمكن أن يذهب هؤلاء الذين غلب على أمرهم ونزحوا قصرا إلى مثل هذه الأماكن في ظل ارتفاع أعداد النازحين واقتصار وانحصار الرقعة الخاصة بالأماكن التي يصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها أماكن آمنة؟ نتحدث مثلا في مدينة دير البلح 30 كيلو متر مربع، هي يتواجد فيها أكثر من 1,200,000 مواطن. إذا ما قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هدف ما أو مكان ما بين خيام النازحين أو هذه المراكز التي باتت للنازحين ونجا من نجا، كيف أو أين يمكن أن يذهب هؤلاء الذين نجوا من هذه الغارات الإسرائيلية؟ لا يوجد أماكن لكي يذهبوا إليها، لم يعد هناك خيارات لدى النازح الفلسطيني وللذهاب إلى أماكن يمكن أن تكون بعيدة عن الغارات الإسرائيلية والاستهداف الإسرائيلي لهؤلاء الذين ينزحون قصرا تحت وطأة نيران الاحتلال الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على النازحين أينما كانوا. ولعل ما حدث في مدرسة الجعوني وما حدث قبل يومين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس أو ما يعرف بمواصي خان يونس هو أكبر دليل بأن الاحتلال الإسرائيلي يعي جيدا أين يضرب وماذا يضرب ولماذا يريد أن يضرب. هو يريد أن يضرب ويوقع أكبر قدر ممكن في الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين، هو يريد أن يروع الفلسطينيين الذين قد نزحوا قصرا لهذه الأماكن، رغم أنهم يعون تماما هؤلاء الذين نزحوا قصرا بأن هذه الأماكن غير آمنة وهذه الأماكن لا توفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولكنهم غلبوا على أمرهم ولم يجدوا مكانا غير هذا المكان. والدليل أن هذه المدرسة لأنها رغم أنها استهدفت للمرة الخامسة على التوالي، إلا أنهم حتى هذه اللحظة لجد لديهم أي مكان، ولم يعد هناك خيار لهم ليتم اختيار مكان آخر للذهاب إليه، فأجبروا على البقاء في مثل هذه المدرسة. وحتى هذه اللحظة يبقى السؤال لدى هؤلاء الذين ينزحون قصرا في كل مرة
أين يمكن أن نذهب؟ أين يمكن أن يكون هناك مكانا آمنا نلجأ إليه ونكون بعيدين كل البعد عن آلة البطش الإسرائيلية؟ إذا كانت الأماكن التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة تحظى بهذا الوابل الكثيف من القصف وهذا الشلال النازف من دماء الفلسطينيين الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة. من خلال الصور التي معنا أيضا يعني على الشاشة يتم نقل الإصابات، ربما وإن كان هناك أيضا شهداء، إلى مستشفى العودة بالنصيرات. ماذا عن طاقة ويعني قدرة أن يقدم هذا المستشفى الخدمات اللازمة لهؤلاء المصابين؟ يعني هذا أمر في غاية الخطورة. لماذا؟ نتحدث عن مشافٍ باتت بسيطة، باتت قدراتها بسيطة جداً جداً ولا ترتقي إلى هذا الحجم الكبير من هذه المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مدار اللحظة، على مدار الساعة. نتحدث عن قصف لهذه المدرسة التي تأوي أكثر من 5000 نازح ونازحة، ونتحدث أيضاً عن خيام محيطة بمثل هذه المدرسة وهذا المركز، وأيضاً نتحدث عن منازل للنازحين. فبالتالي أي غارة إسرائيلية يمكن أن يكون فيها مئات وربما آلاف الإصابات جراء هذه الغارة الإسرائيلية. كل هؤلاء يحتاجون إلى التوجه للمشافي لتلقي العلاج حتى يتم تطبيب جراحهم. ولكن بالمقابل نتفاجأ بأن حجر العثر الأساسي أن مثل هذه المشفى، وهنا مثلا نتحدث عن مستشفى شهداء الأقصى وهو المستشفى الحكومي الوحيد في وسط قطاع غزة، لم يعد قادر على استيعاب هذا القدر الكافي وهذا القدر الكبير من المصابين، إذ أنه بات يستوعب 5 أضعاف قدرته الاستيعابية الأساسية والحقيقية، لا سيما وأن مثل هذه الغارات تكلف وزارة الصحة الكثير الكثير. لماذا؟ لأن هذه الإصابات تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى مستلزمات طبية، تحتاج إلى قدرات فائقة. فاقت قدرات وزارة الصحة في ظل هذا الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، فبالتالي تقف وزارة الصحة والكوادر الطبية عاجزة أمام هذا الحجم الكبير من الإصابات. وهنا نتحدث عن مراحل متقدمة في هذا العجز. استبدأ بسيارة الإسعاف المتهالكة المهترئة التي لا يتوفر وقود لها وصولا أو مرورا بالمستلزمات الطبية التي لم تعد موجودة، ومرورا أيضا بأزمة الوقود الخاصة بالمولدات داخل مستشفى شهداء الأقصى كما باقي مشافي قطاع غزة. إضافة إلى ذلك نتحدث عن المستلزمات الطبية والمساعدات الطبية التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها لمثل هذه المشافي. لذلك أصبحنا لا نستغرب أبدا عندما ندخل إلى قسم الاستقبال والطوارئ ونجد بأن في هذا القسم مصابين على الأرض وفي الطرقات في الممرات، ويئنون من الوجع ومن الألم ومن جراحهم، ولا يمكن أن يتم إعطائهم أي من المسكنات أو المخدرات أو حتى من العلاجات التي يمكن أن تخفف عنهم ألم هذه الجراح. بل إننا رأينا بعض الحالات التي قد التهبت جراحهم وقد أصبحت في حالة الخطر، ومنهم من وصل بهم الأمر إلى بتر أطرافهم لأن علاجاتهم لم تعد موجودة. بل وإن الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع إدخال هذه المساعدات الطبية الإنسانية منذ سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأيضا على معبر كرم أبو سالم التجاري أيضا في جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس، مراسلنا كنت معنا من دير البلح.